ومبين الامور اللي احنا نشكو منها انه حتى صغر سن الطفل يبدا الطفل يعاني من هذا المشكل اللي هضرتوا عليه زهره وصالح، يبدا من سن 2 سنوات من سنتين الى وصول الى المراهقه، يعني هذا مشكل مشي سهل. اذا ربطنا هذا المشكل باضطراب الادمان اللي حيحطم قدرات الطفل، حنلاحظوا عده اعراض. بين الاعراض اللي نشوفها في الطفل انه يميل للعزله، يبريفي يروح يقعد وحده على انه يكون في مجموعه ولا يدير صداقات. بين الامور كذلك انه حتى الطفل يكون عنده حق ويكون مضطهد ويكون محقور ما يريكلاميش على حقه. يعني هنايا الانا ديالو غايبه تماما، الادراك بالنفسيه ديالو ما كانش، ضعف له شخصيته. نعم، ضعف الشخصيه، يكون عدم القدره على التعبير بثقه في النفس، خصوصا في المشاكل الدراسيه اللي نواجهوها في التعبير الشفوي، حتى نوصل للجامعات ونوصل الى مراكز العمل اللي الانسان قادر يقدم الاستقاله لانه مش قادر يتواصل مع الاخر. في عوض انه نشوف كذلك من بين الامور اللي تعطينا دلاله سلوكيه انه الطفل سريع الغضب، سريع الاثاره، تصيبه عصبي، تصيبه عنده نتف الشعر سواء شفرتيه ولا حواجبه ولا شعره، تصيب عنده لربما تكسير للالعاب. هو منعزل ولكن لما يجي يحتك نفس الشيء في الحالات اللي يكون عندهم اعتداءات جنسيه ولا تحرشات جنسيه، نصيب الطفل ما يحبش كي يعنقوه وما يحبش كي يكون تواصل جسدي كما نقولوا احنا، يطبطب عليه ولا يحنحن عليه ولا يعنقه ولا يبوسه، رفض تماما لهذه الامور. كل هذه عباره عن مؤشرات نقول فيها ان العزله مربوطه بواش؟ مربوطة بإدمان، مربوطة بصدمة نفسية، مربوطة بنقص تقدير الذات، مربوطة بصدمات سواء كان الأب والأم في حال الطلاق، سواء كان التعنيف الأسري الأب والأم يعني دائما في شجار والعنف والضرب الجسدي، كلها هي عبارة عن حالات نعيشوها بمرارة في العيادة النفسية اللي نتألموا احنا مع هذه الحالات ونعيش معها هذا الألم حتى في مراحل متقدمة من السن. لربما الأب ديالو توفى والأم ديالو توفات، بصح ما قدرش يتجاوز الحالة النفسية وما قدرش يسامحهم في الآخر.